قبل ما نروح لضيفنا في الاستوديو معانا دلوقتي من خلال زوم الأستاذة دعاء فرح، وهي النموذج لامرأة اتعرضت لتجربة الطلاق لكن عرفت تتخطاها ازاي وعرفت ازاي تكمل حياتها وتنجح في تربية ولادها، وهي النهاردة بقى استشاري تطوير منظمات خدمة المجتمع المدني. ايه الجمال ده؟ ازيك يا دعاء؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اخبارك ايه يا حبيبة قلبي؟ الحمد لله. بصي، يعني قبل ما ندخل في خطوات التعافي قولنا انت شخصيا يا دعاء اتعافيتي ازاي وقفتي على رجلك ازاي؟ طيب، اللي انا هقدر اقوله ان انا مريت بظروف صعبة جدا قبل ما اخد قرار الانفصال وبعد ما اخد قرار الانفصال. خلينا نتكلم كده، ان انا اتجوزت وانا لسه طالبة في الجامعة. تمام. اتجوزت وانا في ثانية جامعة، واضطريت ان انا ااجل سنتين من دراستي بسبب الجواز، بسبب اول بيبي انا حملت فيه اللي هو ابني الكبير احمد دلوقتي. ربنا يخليه يا رب. وبعد بقى فترات رجعت تاني للجامعه وابتديت ان انا اكمل. انا لما دخلت الجامعه كان عندي احلام زي اي بنت. كان حلمي ان انا اعمل دراسات عليا وابقى دكتوره في وقت من الاوقات، بس طبعا تجربه الجواز اجلت حاجات كتيره قوي. اكيد. واحنا كستات بنختار البيت والحب والولاد، يعني بنضحي كتير في البدايه، وخصوصا كمان الاهل دايما بيقولوا لا ركزي مع بيتك، ركزي مع جوزك، ركزي مع ابنك اكتر. صح. اجيلي كل احلامك. وبعديها بقى بفتره طويله طبعا اتخرجت من الجامعه بعد ما اجلت سنتين، فقعدت ما يقرب من 6 سنين كده في الجامعه. ابتديت ان انا اشتغل لان كانت وقتها ظروفي مش احسن حاجه، ام صغيره وعندها طفل في بدايه حياتها ومتجوزه الحمد لله، يعني ربنا وفقني وابتديت ان انا اشتغل شغلانه بسيطه جدا. واتنقلت من شغلانه لشغلانه. انا عايزه اسالك يا دعاء، انا عايزه اسالك بس في بدايات قرار الطلاق، انت اصلا اللي خدتي قرار الانفصال ولا هو؟ انا خدت قرار الانفصال بعد ما جبت بنتي وكان عمرها في الوقت ده ما يقرب من سنه. تمام. يعني انت اللي قررتي تنفصلي. انا لسه كنت بقول دلوقتي في بدايه الحلقه ان الست ما بتاخدش القرار ده غير لما يكون فكرت فيه 600 الف مليون مره. حصل؟ فكرت فيه سنين كتير. تمام. لما قررت اخد القرار بتاع الانفصال دخلت في صدام رهيب جدا مع اسرتي. طبعا طبعا والدتي زي اي ست مصريه اصيله، ان الست لازم تستحمل، الست لازم تعيش، عندها اولاد، لازم تضحي، كل السيناريوهات العظيمه اللي احنا بنسمعها لاي واحده هتاخد تجربه الانفصال دي حقيقه. اصريت ودخلت في حرب نفسيه رهيبه لحد ما خدت القرار، ولقيت نفسي بعد قرار الانفصال لوحدي. ما بين ان انا كان سني صغير. أيوة. عندي ولد وبنت، خدت قرار اني اقعد باولادي في شقتي واني اكمل في شغلي واكمل دراسات عليا واشتغل على نفسي. تمام. وعرفتي توفري الوقت والفلوس والصرف وعرفتي؟ كنت بوفر وقت وفلوس قليله جدا، بس ما كنتش راضي اعتمد على اي حد. صح. ولا حتى باباكي ولا مامتي، كان عارفه كرامتنا بتبقى حرقانه ساعتها، كرامه اللي هو لا مش انت اللي اتطلقتي، مش انت اللي قلنا لك لا وخدتي القرار، فطبعا انت مش عايزه تروحي تسمعي الجملتين دول. انا بسمع الكلمه دي. عارفه. رغم ان انا منفصله من 2015. ايوه. والحمد لله ابتديت بقى ان انا اشتغل على نفسي اكتر وعلى اولادي، ومعلش وهي مرحله صعبه ولازم نعديها سوا. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا ابني كان بيشتغل من ثانيه اعدادي جنب الدراسه بتاعتي. برافو برافو، مهم. برافو برافو. فطلع راجل كان بيشتغل عشان يساعدني في البيت، لان هو شايف احنا كنا بنمر بايه. برافو. ام تانية كانت ممكن تقول انا ببهدل ابني كده وبمرمطه في الشوارع، وهو كان كويس لو كان بابا هنا ما كانش هينزله، بس برافو ان هو شال المسؤوليه من هو صغير. برافو عليكي، كملي. انا عايزه اقول لحضرتك ان احمد دلوقتي ابني في ثانيه جامعه، رايح ثانيه جامعه، وفعلا مثال مشرف لاي شاب في سنه. برافو. ولحد اللحظه دي بيشتغل وبيساعد نفسه، احمد ما بياخدش حتى مني مصروف. طب هل جم في يوم الولاد، لان انا عارفه الحته دي مشكله نفسيه عندنا كلنا كستات، هل جم في يوم يقول لك طب ليه اتطلقتي؟ يعني ما كان بابي بيقول ان هو كان بيحبك، ليه خدتي يعني ما حسيتيش كده بالذنب وهم بيبصوا لك كده بحزن اللي هو طب ليه، يعني ليه اتطلقتي من باباي؟ لا، ابني عمره ما قالها لي. ابني قاعد دايما يقول لي انت ام قويه، انت قدرتي تواجهي كل ده لوحدك. برافو والله ما شاء الله. وخدتي قرار صح.
البنت بقى، البنت بتبقى دايما حبيبة ابوها شوية، فالبنت بيبقى باباها صعبان عليها. ما انا عارفه يعني البنات يعني من كتر يعني الناس فاكره ان الست لما تخلف بنات بيبقوا واخدين صفها، لا هما بيبقوا واخدين صف الاب، بتبقى حبيبه ابوها اكتر. طب هل ما جاتش بقى انبيتك كده ووجعت لك ضميرك انت ليه سبتيه؟ طيب خليني اقول لحضرتك على حاجه، هو باباها فعلا ارتبط واتجوز وخلف، ولقيت بنتي من قريب، طبعا هي عمرها مش كبير قوي 10 سنين بس طفله، قالت يا مامي انت خدتي قرار صح لما انت قررتي ان انت تنفصلي وان انت تقعدي وتربينا. اه دي شافت الويل. قلت لها قلت لها ليه بتقولي لي كده، ده باباكي طيب. فراحت قالت لي لا، الصح اللي انت عملتيه، انت قدرتي تربينا كويس وقدرتي حتى انت كمان تطوري من نفسك. انا نفسي اتكلم معاكي كتير قوي يا دعاء، نفسي اتكلم معاكي، بس ان شاء الله وعدك ان انت تبقي معايا بقى في الاستوديو عشان عايزه اعرف منك تفاصيل كتيره قوي. انا عارفه الست بتعيشها في المرحله دي، لكن شابو ليكي والمجهودك، انت ست مصريه قويه جدعه، قدرتي توفي على رجلك وتربي ولادك وتطلعيهم تمام وشايلين مسؤوليه، والطلاق مش اخر المطاف. بس سؤال اخير بسرعه في ثانيتين، انت اتجوزتي تاني ولا لسه ما اتجوزتيش؟ لا هو انا ما اتجوزتش تاني، ناوية تتجوزي؟ عملت دراسات عليا، ده اللي انا عملته بصراحه في حياتي. مش ناوية تتجوزي تاني؟ لا 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 خالص، الولاد بقى خلاص يعني. لا كده انا زعلانه منك. ماشي، شكرا ليك يا دعاء، ميرسي ليك يا حبيبه قلبي. لا كده انا زعلانه، كده انا ازعل يا جماعه.